إيران صرحت قالت إحنا بالنسبة لنا نريد الحد الحدود مالتنا. طالبان صرحت قالت إحنا حدودنا ما لنا علاقة بالدول المجاورة. يعني دزت رسائل اطمئنان إلى الدول المجاورة أنه إحنا أخذنا هسه الحكم حاليا مو ذيك طالبان اللي تعرفوها. بما معناه أولا نطوا عفو اليوم، عفو عام عن السجناء وعفو عن الكل، الأمن العام، المخابرات، مدري كل عفو عام. اللي يريد يرجع للوظيفة يرجع للوظيفة، أهلا وسهلا به. والأهم من هذا كله نطوا 25، انتبه استاذ قحطان على هاي النقطة، 25% نساء في مجلس النواب مالتهم. شلون احنا نفس الترتيب مال العراق؟ 25% انتبه على النسبة. زين ليش ما قالوا 30؟ ليش ما قالوا 10؟ لأن النسبة 25 فرضتها أمريكا علينا مجلس النواب. إذا ليش شنو الانقلاب في الأفكار والرؤى من جانب طالبان؟ يعني طالبان عمرها ما كانت هيك. طالبان قالوا احنا أحسسنا باللعبة وحسينا بالسياسة، كنا ما نعرف هاي السياسة، احنا كنا رجال دين، كنا ماخذين الإسلام أنه كذا كذا واحدة اثنين ثلاثة، ولكن من الإسلام والدين تعاليم الدين دخلت مع السياسة صار تعارض. بدليل هسه افتهموا الدرس بعد 20 سنة، حتى نطوا ضمانات، نطوا ضمانات الأمريكا وللدول المجاورة أنه لا نساء، لا نقتل نساء، لا كذا لا كذا، يكون القانون هو الفيصل. الشيعة الموجودين دي يسوون دي يطبخون، جوي سلموا عليهم وقالوا لهم احنا راح نأمن لكم الحماية واحنا عندنا حرية الأديان. راح يخلون أول شيء بالدستور، راح يعدلون الدستور مالتهم استاذ قحطان، أول شيء حرية الأديان. استاذ كاظم الجحيشي، يعني أنت صورت لي الآن طالبان ناس مدنيين وعلمانيين وناس جايين بسلمية. نعم معقولة؟ نعم هاي اليوم القرارات موجودة بالتلفزيون وذاعوها، كل اللي ذاعتها أطوهم حتى دي يطبخون. ما ادري اذا احسك متفائل بطالبان. لا ما متفائل بطالبان. ما متفائل بطالبان. انا متحضر ايش راح يصير بالعراق.